أمل إحنا نفطر إيه؟ استني هدور على أي حاجة في التلاجة. إيه لقيتي حاجة؟ لا ما لقيتش أي حاجة ومش عارفة هنفطر إيه. إحنا لازم نجيب فلوس ونروح السوبر ماركت نجيب أي أكل. المفروض بابا هو اللي يعمل الكلام ده. أيوة المفروض بابا هو اللي يجيب فلوس ويساعدنا، بس انتي عارفة بابا على طول نايم يا إما خارج مع أصحابه. بابا اتغير خالص من بعد ما ماما ماتت. عندك حق، ما بقاش مهتم بينا خالص. أنا بحس اللي هو مش فاكر اللي احنا موجودين. المهم دلوقتي احنا محتاجين أي فلوس نروح السوبر ماركت نجيب أكل. طيب هنجيب فلوس منين؟ تعالي أنا هبيع الموبايل بتاعي نجيب بيه أي أكل. ماشي، ولو احتجت الموبايل بتاعي خديه. لو سمحت أنا عايزة أبيع الموبايل ده. الله تسلم ايدك يا امل، الاكل تحفه. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها من الصبح دي؟ انا ما نمتش من امبارح ودماغي وجعاني. في ايه يا بابا، احنا كنا بنعمل اكل، وبعدين انت اللي بتسهر مع اصحابك كتير. منار انت هتحاسبيني ولا ايه؟ على فكره يا بابا انا امل مش منار. على العموم انا قلت مش عايز اسمع صوت تاني وانا نايم. حاضر يا بابا. تعالي يا امل نلعب برا شويه في الهوا علشان ما نعملش اي صوت في البيت. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا كويسين، بنلعب شويه قصاد البيت. يا رب ما يكونش عملنا لك ازعاج، انت جارتنا اللي احنا بنحبها. لا يا حبايبي انا احب اشوفكم دايما بتلعبوا فرحانين، باباكم طبعا كسلان ونايم زي كل يوم. ايوه كالعاده بينام طول النهار وبيخرج مع اصحابه بالليل. ايوه مش عايزنا نعمل اي دوشه في البيت علشان كده بنلعب برا. باباكم ده عمره ما يخلي باله منكم ابدا. ايوه علشان كده احنا مش مبسوطين في حياتنا. ايه رايكم يا بنات انا بعمل كوكيز في البيت، تيجوا تاكلوا معايا؟ ايوه نحب نيجي معاكي قوي. خلاص يلا تعالوا معايا. احنا متشكرين على اليوم الجميل اللي احنا قضيناه معاكي. استنوا يا بنات انا هديلكم اكل يقضيكم كام يوم، انتوا اكيد باباكم مش بيصرف عليكم خالص. انا بشوفه كل يوم وهو خارج مع اصحابه بالليل. لا لا مش لازم، انا واختي هندور على اي شغل علشان نجيب منه فلوس. تشتغلوا وانتوا في السن ده؟ طبعا لا استحاله. طيب ليه انتوا مش بتكلموا جدكم ابو مامتكم الله يرحمها؟ انا متاكده ان هو هيبقى فرحان لو ساعدكم. لا بابا مش بيرضى يخلينا نكلمه. ايوه بابا مش بيحبه خالص. جدكم طيب جدا انا عارفاه من زمان، انا مش عارفه ازاي باباكم يمنعكم انكم تكلموه. طيب انتم ايه رايكم، تحبوا تقضوا معاه وقت اكتر من كده؟ ايوه طبعا احنا بنحبه جدا. احنا عشنا معاه كام يوم بعد ما ماما ماتت، كنا مبسوطين قوي، بس بابا مرضاش وخلانا نرجع معاه تاني. طيب ما تكلموه في التليفون، خليه يجي يقعد معاكم. احنا مش معانا الرقم بتاعه، بابا شاله من الموبايلات بتاعتنا. سهلة يا ولاد وباباكم نايم، خدوا رقم جدكم من الموبايل بتاعه. لا طبعا لو شفنا واحنا بنكلمه هيعاقبنا. ما تقلقوش هاتوا الرقم بس وانا هكلمه وهشرح الظروف وهو هيفهم كل حاجة. كده سهلة، انا كده هجيبلك الرقم من عند بابا. خدوا يا بنات الفلوس دي علشان لو حبيتوا تجيبوا اي حاجة. احنا
احنا متشكرين قوي بس الفلوس دي كتير. لا يا حبيبتي خليها معاكم علشان لو احتاجتوا اي حاجة. ماشي احنا متشكرين قوي يا طنط، احنا لازم نمشي دلوقتي. يلا يا بنات انا خارج مع اصحابي. طبعا يا بابا مش هنشوفك غير بكرة. ايوه طبعا زي كل يوم. ده ما خدش باله اللي احنا طول اليوم برا البيت. هو مش بياخد باله من اي حاجة خالص. طيب هنعمل ايه بالفلوس اللي طنط جارتنا اديتها لنا؟ هنجيب بيها اكل؟ لا دي اخر فلوس معانا، لو ضاعت مش هنلاقي ناكل بعد كده. احنا لازم نستغل الفلوس دي صح. هنعمل ايه يعني؟ احنا لازم نشغل الفلوس دي ونكسب منها فلوس اكتر. انت هتيجي معايا بكره السوبر ماركت وندور على حاجه نعرف نبيعها. برافو عليكي دي فكره حلوه قوي. يلا ننام علشان ورانا بكره يوم طويل. احنا كده اشترينا ليمونه وعملناه عصير، يا رب حد يشتري مننا. ايه ده البنات بيعملوا ايه بره؟ انا هروح اشوفهم. ايه يا بنات اللي انتوا عاملينه هنا ده؟ احنا فتحنا محل عصير يا طنط. ايوه خدنا الفلوس اللي انت اديتها لنا وجبنا بيها ليمون وعملنا بيها عصير. احنا بنعمل عصير حلو قوي، خدي جربيه. الله ده عصير تحفة، انا هقف ازعدكم شوية وطبعا انا هحاسب على العصير اللي انا شربته. الحمد لله اليوم ماشي كويس قوي والناس حبت العصير بتاعنا. انا متهيالي انتوا لازم تدخلوا ترتاحوا شوية وانا هفضل واقفة مكانكم هنا. ايوة انا تعبت قوي، انا هدخل استريح. احنا متشكرين قوي انك بتساعدينا. ازيكوا يا بنات؟ ازيك يا بابا، انت ليه راجع بدري النهاردة؟ حسيت ان انا تعبان شوية فقلت ارجع ارتاح. الف سلامة عليك يا بابا. ايه ده ايه العصير والايس كريم اللي معاكم ده؟ جبتوا الفلوس دي منين؟ بابا احنا فتحنا مشروع وبنعمل عصير ليمون وبدأنا النهاردة وفي ناس كتير اشترت مننا فقلنا نكافئ نفسنا ونشتري حاجات حلوة. طب كويس اخيرا بقى ليكم لازمة. على العموم انا هطلع اخد دش وهنام شوية. امل دي فرصتنا نجيب رقم جدو. وهنعملها ازاي دي؟ بابا دلوقتي في الحمام، دلوقتي فرصة نفتح نشوف الموبايل بتاعه. ماشي يلا بينا. لقيته. خد انتي احفظي الرقم عشان مش عارف احفظه. خلاص انا كده حفظته، يلا نمشي بسرعة قبل ما بابا يطلع ويشوفنا. يلا تعالي نودي الرقم لطنط جارتنا. ايوه فرصة بابا هيدخل ينام، تعالي احنا نروح لها. ماشي يلا بينا. ايه يا بنات ايه اللي جايبكم متاخر كده؟ جايين نجيب لك رقم جدو، احنا خدناه من عند بابا. اتفضلي ده الرقم انا كتبته. برافو عليكم يا بنات انكم عرفتوا تجيبوا الرقم. استنوا انا هكلمه. ازيك يا استاذ حسين، انا امينه جاره احفادك ساكنه في البيت اللي قصادهم. لا ما تخافش عليهم هم كويسين، انا عايزاك تيجي تزورهم، احفادك تعبانين في حياتهم جدا، باباهم مش مهتم بيهم خالص، حتى الاكل مش بيلاقوه. ارجوك احنا هنستناك بكره.
ماشي شكرا مع السلامة. قال لك ايه يا طنط؟ قال لي ان شاء الله هيجي بكرة. على فكرة بابا هيتضايق جدا لو شافه. مش مهم يا ولاد، اهم حاجة حياتكم تبقى احسن، اكيد جدكم هيعرف يتصرف. ايوة انا مبسوطة قوي اني هشوفه. وانا كمان مبسوطة قوي. طيب يلا يا بنات امشوا بقى علشان باباكم ما يعرفش انكم برا البيت. ماشي يا طنط، احنا متشكرين قوي. يلا يا بنات انا خارج. ايه ده يا بابا، هو كل يوم؟ وايه المشكلة، ايه اللي مضايقكم؟ بابا انت ما بتقعدش معانا خالص، وعلى طول مع اصحابك. انت حتى يا بابا مش بتجيب لنا اكل. بنات انا مش بحب اي حد يشتكي، اتصرفوا. وبعدين ما انتوا قدامكم اكل اهو. الاكل ده احنا شارينه يا بابا بفلوسنا، لكن المفروض انت اللي تجيب لنا الاكل ده. مش كفايه جايب لكم بيت عايشين فيه؟ انتوا عاوزين ايه اكتر من كده؟ خلاص يا بابا روح مع اصحابك، واضح ان الكلام ملوش لازمه. ازيكم يا بنات، وحشتوني قوي. جدو جه، وحشتني قوي يا جدو. وحشتني قوي يا جدو، الحمد لله انك جيت. من النهارده مش هسيبكم تاني يا حبايبي، احنا لازم نتجمع وما نبعدش عن بعض ابدا. واحنا نفسنا يا جدو نعيش معاك، بس بابا عمره ما هيوافق. مش مهم باباكم، انتوا موافقين تعيشوا معايا ولا لا؟ ايوه موافقين يا جدو. طيب قولولي باباكم فين دلوقتي؟ زي كل يوم بيبقى نايم بالنهار يا جدو، مش بيصحى غير بالليل وبينصر مع اصحابه. طيب تعالوا انا هطلع اتكلم معاه. اصحى اصحى عايز اتكلم معاك. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه في اوضتي، وازاي تصحيني من النوم كده؟ اي انسان طبيعي مفروض دلوقتي يكون بيشتغل مش يكون نايم. وانت مالك انت، يلا اطلع برا البيت. انا هطلع بس هاخد احفادي معايا، مش هسيبهم لك تاني. انت مش بتفيدهم باي حاجة، لا بتعلمهم ولا بتجيب لهم اكل ولا بتقعد معاهم، يبقى مالكش دور في حياتهم. ايه ده يا بنات، انتوا بتكلموا جدكم وعارفينه كل حاجة؟ هما ما قالوليش حاجة، جارتكم هي اللي قالتلي، شايفة البنات وشايفة انت بتعاملهم ازاي، والبنات بدأوا يشتغلوا قصاد البيت وهم في السن ده. انتوا بتحكوا للجيران يا بنات؟ طنط جارتنا دي يا بابا طيبة، وهي اللي بتساعدنا بالاكل. احنا في ايام ما كناش بناكل وانت مش مهتم، هي اللي كانت بتجيب لنا كل حاجة. انت قدامك حاجة من الاتنين، يا اما توافق ان هم يعيشوا معايا، يا اما هنطلب البوليس وجارتك هتعترف على كل حاجة، وكده كده البنات هيتاخدوا منك، وساعتها انت مش تقدر تشوف البنات تاني. انا ولادي مش هيسيبوني، انت عاوزين يا بنات تسيبوني وتمشوا بعيد عني؟ ايوه يا بابا عايزين نروح مع جدو. انت مالكش دور في حياتنا يا بابا، ولا انت حاسس بينا، فخلينا نعيش مع جدو احسن. خلاص امشوا، مش عايز اشوفكم تاني. ارجوك خد بالك من البنات، دول هيوحشوني قوي. ما تقلقيش عليهم، من النهارده حياتهم هتتغير. انا متاكده من ده، وان شاء الله في اقرب فرصه هاجي ازوركم. هتوحشوني يا بنات، خدوا بالكم من جدكم. وانتي كمان هتوحشينا قوي. هتوحشينا يا احلى جاره في الدنيا. يلا يا بنات عشان ما نتاخرش، المشوار طويل.